مساء الخير إلى جميع المشاهدين أينما كانوا في هذا العالم. رجل سر يتقن فن التكتم، تعمق في أسرار المسألة اللبنانية وخفاياها وفي مختلف منعطفاتها. يأخذ وقته ليقتنع، ولكن متى اقتنع ليس بسهولة، إقناعه بالعكس. متمسك بوطن تتعايش فيه مجموعاتها الدينية بتآخ وسلام، يزعجه أن يتعامل اللبنانيون بخفة مع لبنان. مدافع شرس في وجه الظلم، سار في حقل الألغام، استطاع أن يدخل إلى قلوب الناس في كل مكان ليذكرهم بأن لبنان رسالة. هو الكاردينال الأقوى والأكثر تأثيراً في مجلس الكرادلة. لم يكن يوماً يريد أن يكون رجل سياسة، ولكن وجوده في هذا الزمن كان ضرورياً لحكمته ولحنكته الملفتة. أحاور الليلة سيد البساطة والزهد، وألتقيه في عرينه الصيفي حيث الصلاة والترفع والقداسة. غبطة بطريرك مار نصر الله بطرس فير، مساء الخير. مساء الخير، بالشرف أن أحاورك الليلة. شكرا. نحن اليوم في قلب الوادي المقدس ووادي القديسين، حيث التقشف والزهد والعبادة والصلاة. كزائر لهذا الصراح أشعر برهبة عم تمتلكني، وبحس بقدسية عم تأسرني. أنتم أسياد هذا الصراح، ماذا يميز هذا المكان؟ هذا المكان كان سابقا في قعر الوادي، ولكن البطريرك الياس الحويك المثلث الرحمة نقله من الوادي إلى هذا المكان. الوادي معروف أنه كان آهلا بالبطاركة، طوال العهد التركي الذي قارب 400 سنة، وكانت احتفالات تحدث في الوادي، وكان معظم الموارنة وحتى سفراء الدول في المناسبات الكبرى، وخاصة في عيد السيدة العذراء في 15 آب، يأتون إلى هذا الوادي ليحتفلوا بالعيد ولكي يكونوا مع البطاركة والمطارنة في الوادي. وكان البطريرك يزور بواسطة نوابه المطارنة الذين يسكنون معه مختلف أنحاء البلاد الذي توطنها الموارنة، وقد ذهبوا أيضا إلى بعض مدن سورية كحلب وإلى مصر وإلى فلسطين وإلى قبرص. هذا المكان إذن تجتمع فيه ذكريات الماضي بكاملها وتاريخ الموارنة، ولذلك يأتي البطاركة ليقضوا فصل الصيف في هذا المكان الذي نشأت فيه الكنيسة المارونية، ولا يزال فيه الموارنة في غالبيتهم في هذه القرى والمدن التي نراها في سفح الجبل وعلى القمم. سيدنا، لدنيلكم شهادة البكالوريا، وبعد زيارتكم هذا الوادي مع مجموعة من الأصدقاء، تساءلتم يومها عن مدى صعوبة الحياة في هذا الوادي وعن قرب أسلوب الحياة إلى أسلوب حياة أجدادنا. اليوم ماذا تقولون عن الحياة في هذا الوادي؟ الحياة في هذا الوادي قد تقلصت نوعا ما. سكان الوادي ذهبوا إلى أماكن بعيدة، إلى أستراليا أو غيرها من المهاجر، ولكن الوادي لا يزال آهلا في الكرسي البطريركي الذي أعيدت إليه الحياة منذ زمن غير بعيد، وأخذ يتوطنه الراهبات الأنطونيات اللواتي يقضين 3 أشهر الصيف. وهناك نية إذا تحسن الدائر وأدخلت عليه الإصلاحات اللازمة أو الكرسي البطريركي، ربما يكون هناك مجال لإقامة راهبات طوال السنة فيه. ولكن الوادي تغير عن الماضي، فالناس لم يعد باستطاعتهم أن يعيشوا مثل ما عاش آبائهم وأجدادهم.
في عهد السيارات والطائرات والراديو والفضائيات إلى ما سوى ذلك، هذا كله كان مفقودا، وكان الناس يكتفون بما تنتجه لهم الأرض فيعتاشون منها ويمجدون الله. سيدنا الصلابي اللي بتتسم في شخصيتكم واللي بتميز مواقفكم الثابتة والواضحة، هل إلها علاقة بصلابة هذا الوادي؟ هل تستمدون القوة نوعا ما من هذا الوادي، من هذا المكان؟ عندما كنت طالبا وكاهنا لم يكن لي أن أتعرف إلى هذا الوادي عن كسب، ولكن كان يشد إليه ذكرى وعاطفة من خلال مطالعاتي عن هذا الوادي. وعندما أصبحت فيه، أو عندما أصبحت مطرانا وبطياركا، مطرانا كنت أرافق أسلافي البطاركة الذين يأتون إلى هذا المكان، البطريرك المعوشي والبطريرك خريش. وغالبا ما كنت أقصد هذا الوادي مشيا على الأقدام، كنا ننزل في هذه المنحدرات، والآن نزور الوادي على الأقل مرة في السنة في مناسبة عيد السيدة العذراء، عيد الانتقال. ولكن هذا الوادي أصبح مقرا، وأصبح كما تعلمون أيضا مكانا أعلنه اليونسكو، أعلنته مكانا تاريخيا، لأنه مكان أثري ومكانا عالميا. ولذلك أصبح يعار من الاهتمام ما لم يكن يعيره أحد إياه في الماضي. سيدنا، احتفلتم مؤخرا بعيد مولدكم 85، عندما تطفئون الشمعة بما تشعرون؟ هل تشعرون بالأسى على سنة مرت أم بإحساس أمل بسنة إضافية؟ نشعر بأن الله أكثر رحمته إلينا، فبدنا بالعمر الذي قلما يبلغه سوانا من الناس. وعندما نفكر فنرى أن رفاق الدراسة كثيرون منهم قد ذهبوا إلى ربهم، ولكن الله شاء أن يمدنا بهذا العمر وبالعافية لكي نتابع رسالتنا. هذه منه منة وكرمة نشكره عليها كل يوم صباح مساء. هذه السنوات المشبولة بالأحداث والمسخولة بالتجارب، هل تشعرون بوطأة الأيام؟ هل تشعرون بثقل العمر؟ نشعر بثقل العمر طبعا، لا يمكننا أن نتجاهل الأيام التي مضت، وقد مر علينا أيام يمكننا أن نقول أنها حسنة وجيدة، وأيام أقل جودة وحسنة. والعمر يفسح للإنسان في المجال لكي يختبر أمورا كثيرة، ولكن على كل حال نشكر الله على أنه أراد أن يمدنا بالعمر لكي نتابع رسالتنا، هذه الرسالة التي تملئها علينا الكنيسة واجبنا في المقام الذي دعانا الله إليه. وكبتم أبرز المراحل وأكثر المراحل دقة، وهذه اللحية البيضاء يلي بتحمل وقار الزمن وتجاعيده شاهدة على كل هذه المراحل، على كل هذه الأحداث وكل نقاط التحول. هذه النقاط اللي صنعت طبعا تاريخنا المعاصر. ما هي خلاصة كل هذه التجارب بعد كل هذه السنوات؟ ذكرتم لحية البيضاء، هذا أصبح على ما ترون نادرا، لأن رجال الدين عندنا كانوا يعفون لحاءهم، ولكن الآن قد أصبحوا يحفون ويحلقون. وهذا عرض، على كل ليس هذا المهم، إنما الأيام علمتنا الكثير، علمتنا الحذر من أمور كثيرة. وأعتقد أن الله من علينا بأن نكون إلى جانب
بطركين كبيرين، البطريرك بولس المعوشي والبطريرك أنطونيوس خريش، وكنا نراقب وكنا نرى كيف كانت الأحداث تتوالى وكيف كانوا يعالجونها، وأعتقد أن كان ذلك لنا خير ممسولة، تعلمنا الكثير منها. سيدنا قم في التواضع مثل ما قلنا بالبداية، مثل ما ذكرنا بالبداية، هل تشبهون الجندي الذي أتم مهامه عند على أكمل وجه وعاد وانتصر؟ هل تشعرون بلذة الانتصار والنجاح؟ لم ننجح دائما، والحياة فيها علو ارتفاع وانخفاض، لكن في النهاية كنتم دائما ناجحون. في النهاية ناجحون إلى حد ما، إنما مررتم في حقول ألغام. ما من أحد يعلم أننا أصبنا بنكسات أيضا، وكان هناك من ينتقدوننا بعنف ربما، وهناك أحداث لا نريد أن نعود إليها، ولكن نحن على ما قلنا جعلنا إيماننا بالله كبيرا، واستندنا إلى الماضي الذي تعلمنا منه الكثير، وتعاملنا مع الأحداث مثلما رأينا أنه من الواجب أن نتعامل معها. تعاملنا على ما أعتقد بصدق واستقامة وبتجرد، لم يكن لنا غاية خاصة من كل ما أقدمنا عليه. سيدنا، هل الحياة قررت ما أنتم عليه اليوم؟ الحياة قررت، الحياة لا تقرر وحدها، إنما يجب أن يقرر معها الشخص المعني. طبعا الحياة قررت، وهناك بعض إلهامات أو بعض نواحي ربما تفضي إلى الإنسان بما ربما لا قد يريده أو ليس مفكرا به، وإنما هناك ظروف تسوق الإنسان إلى الأمور التي لا يمانع في إدراكها. على ذكر الظروف، هل ترون أنكم غلبتم الزمن أم الزمن قهركم في الكثير من الأحيان؟ يجب معالجة هذا الأمر بالدقة والروية والحكمة. الزمن لا يمكننا أن نغالب الزمن، إنما يجب أن يقابل الزمن بالكثير من الفطنة والدراية، ولذلك يستفيد من الزمن من يريد أن يستفيد منه ولو جاء معاكسا. والإنسان إذا كان حكيما يعترف أو يعرف كيف يستفيد من المعاكسات التي تعترض سبيله، ويستفيد من النجاحات أيضا التي يحققها، ولكن كما قيل يجب ألا ييئسه الفشل ولا يبطره النجاح. سيدنا، استراحة قصيرة، نعود من بعد لمتابعة هذا اللقاء. أصدقائي المشاهدين، وراء الوجوه الليلة عم نستضيف غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. فاصل علينا ونرجع من بعده لمعاودة هذا اللقاء، خليكن معنا. بعد هذا الفاصل نعود لمتابعة هذا اللقاء مع نيافة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. مساء الخير مرة تانية سيدنا. أنتم بعيدون وقريبون في نفس الوقت، رصينون ومحبون للنكتة في آن واحد، تستمعون للآخر لكن منطويون على نفسكم في الوقت نفسه، في داخلكم غضب وهدوء. هل تشعرون بهذا المزيج من المواصفات؟ وهل نستطيع القول أن هذه المواصفات هي تناقضات؟ لا أشعر بأن هناك تناقضات،
إنما كسائر الناس. هناك كما يقول الكتاب المقدس وقت للغضب ووقت للراحة، وقت للألم ووقت للسرور، إلى ما سوى ذلك. ولكن في وقت معا ربما الإنسان يكبت أهواءه ولا يمكن أن يفضي بكل مكنونات صدره في الظروف، في ظروف تقضي عليه بذلك. ولكن الحياة هي بسمة ودمعة كما يقولون، وتختلف الأمور باختلاف الأشخاص والظروف والحالات. سيدنا يسوع هو الفرح، ومن الطبيعي أنكم تحملون مخزونا كبيرا من الفرح والبهجة، غير أننا نشعر في بعض الأحيان بنوع من الكآبة، بمسحة من الحزن في عينيكم. ما هو سبب هذا الحزن؟ هذا ليس بغريب، فالمسيح عينه شعر بكآبة كبيرة عندما رأى أن كلامه مع الناس ودعوته إياهم للتعالي عن الأمور الأرضية لم تنفع، وعندما شعر بأنهم يقابلون ما بادرهم به من خير، قابلوه بالأحبولة التي كانوا أو بالخديعة التي كانوا يضمرونها له حتى انتهى على الصليب. فهذا أمر طبيعي، فالحياة ليست كلها بساط زهور، وليست كلها أشواك، فيها أشواك وفيها زهور. شرعتم أبواب كركي، شرعتم أبواب الديمان لكل سائل يأتي إليكم يوميا، كم كبير من الناس، نماذج مختلفة، وأنتم تستقبلون، تصغون. أنتم لمن تشتكون؟ لمن؟ لمن تشتكون؟ من هو صديقكم؟ صديقنا تحضرني نكتة. أنتم صديق الجميع. تحضرني نكتة عن المثلث رحمة البطريرك عريضة. طلب إلى أحد أمناء سره أن يدبج له كتابة لأحد الناس، وحسب التقليد القديم بدأ الرسالة بالقول بعد البركة وغب الشوق. قال له: احذف لي هذه العبارة غب الشوق، فأنا لا أشتاق إلى أحد. نحن نشتاق طبعا، البشر بشر، والمقام لا يغير طبع البشر، ولكن هذا الشوق إلى من نحن على اتصال بهم ونعجب بهم، أو ما تشدنا إليهم، أو عاطفة أو تماثل فكري أو ما سوى ذلك. ونغضب كسائر الناس إذا كانت هناك أمور تستأهل الغضب، كأن يشعر الإنسان بأنه قد مني بخيبة أمل، أو قد مني بفشل، أو ما سوى ذلك، فهذا أمر طبيعي. سيدنا، مثل ما سبق وقلت، أنتم صديق للجميع، صديق جميع الناس وكل الناس، من جميع الطوائف، من جميع الطيارات، ومن جميع الجنسيات، وطبعا بكركي والديمان هني محجة إلى كل هؤلاء الناس. لكن بالأخير نحن بشر مثل ما قلنا، واليوم مر مصرار بطرس فير هو إنسان بحاجة إلى أن يفضي عن مشاكله إلى أحد ما، إلى شخص معين. هل في عندكم صديق معين، صديق حميم؟ نحن عندنا المطارنة الذين يعاونوننا، وعندما يكون هناك بعض أشياء خاصة كنسية فإننا نتحدث معهم ونقف على رأيهم. أما من العلمانيين طبعا نحن نفضي إلى البعض منهم بما يساورنا من هواجس، ولكن هذا يبقى في حدود محدودة. سيدنا، أنتم مستمع جيد وقارئ ممتاز، شخصيتكم متحفظة وحذرة،
وهالشيء طبعا عم نلمسه الليله. لماذا شخصيتكم غير قابله للاختراق الا بمقدار معين، مقدار تسمحون به وهو مقدار قليل؟ انا على ما اعتقد اذا جاز للانسان ان يحلل نفسه، لست متكتما بالقدر الذي ربما يراه الناس، ولكن أنا لا أرى من فائدة في الكلام الذي يلقى جزافا دون معنى، الكلام بالكلام، والكلام لم يكن له معنى وقصد فخير للناطق به ألا ينطق به. هذا هو مبدأ نتبعه، ونسأل الله أن يبقينا على هذا القصد، لأن الكلام الهراء لا معنى له، يجب أن لا يقال. سيدنا بيئتكم الريفية الكسروانية، نعم، بيئتكم، نعم، الريفية الكسروانية، نعم، زرعت فيكم التواضع والحنكة والحذر والعناد. كسروان وريفون بالتحديد ماذا تعني لكم؟ طبعا هي البلدة التي نشأت فيها والتي أقام فيها آبائي وأجدادي، وهناك تراث ورثناه، وهناك عادات قديمة منها الإيمان. كان الناس يتحلقون حول القراي في الكنيسة، وكانوا يشدون السريانية، وهذا كلها عندما دخلت المدرسة الكليريكية كانت هذه الأمور بديهية وطبيعية، سواء كان في المدرسة الكليريكية أم في القرى، وكان الأولاد يتحلقون حول القراية وكانوا يتعلمون فيما يتعلمون اللغة العربية واللغة السريانية. ولكن الأيام تبدلت طبعا، لم نعد في هذا العهد، أهملت السريانية، حتى بعض الكهنة ربما لا يحسنون قراءة السريانية ولا فهمها، وهي اللغة الطقسية لنا، ولكن توزع الموارد فأصبحوا في كل بلدان العالم، لذلك طقوسنا ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية حيثما وجد الموارد. البيئة طبعا هي البيئة التي يحمل عنها كل إنسان انطباعاته الأولى، وهي تؤثر فيه إلى حد بعيد. سيدنا منذ 50 عاما ذهب أبونا نصر الله تحت جنح الظلام إلى الكنيسة لإحضار الزيت ليمشح والدته حني فارس فهد اللي كانت في حال احتضار، وبعد وفاته كان أبونا نصر الله يعود إلى منزله وحيدا يتدبر أمره من طعام وشراب، فيما كان أبناء الرعية يعودون كل إلى بيته ليجتمعوا ويفرحوا بأطايب العيد. المقربون اليوم يجمعون على القول أن سيدنا متجرد أو غير عاطفي أو لا يظهر عاطفته. هذه المشاعر حيث تختلط الوحدة مع الوجع، هل هي اللي طبعت هذه الشخصية بالقسوة أو التجرد؟ لا أعتقد ذلك، إنما أعترف أني لا أحب الميوعة أساسا، ولكن كانت لي هناك خبرة عندما خدمت رعية ريفون على ما أعتقد طوال 4 أو 5 سنوات، وغالبا ما كان زوية يذهبون لدواعي المدرسة إلى الساحل إلى بيروت، ولكن أبقى وحدي، وكنت في الوقت عينه أزاول مهنة التدريس والتعليم في مدرسة الفرير في جوني. خبرت هذه الحياة، حياة الكاهن، صحيح ما أشرت إليه، ولكن إن من يختار الله رفيقا له في حياته فلا يمكنه إلا أن يقبل بهذا النوع من الحياة، ولكن هذا لم يطل
كثيرا، لأني انتقلت بعد ذلك فأتيت إلى بكركي وكنت أمين سر البطريركية، وبعد ذلك إن شاء الله أن أرقى إلى درجة الإسقفية سنة 1961، وبعد ذلك كان مكان. سيدنا، كيف تصفون علاقتكم اليوم بعائلتكم الصغيرة؟ يعني هل هنالك حميمية في العلاقة أم أنتم تتابعون أخبار شقيقاتكم الثلاثة كسائر المؤمنين؟ لي شقيقات أربعة. أربعة. أربعة شقيقات، وشقيقة أخرى توفاها الله هي نصف شقيقة لأن والدي تزوج مرتين. علاقتي مع شقيقاتي هي علاقات كل شقيق مع شقيقاته، علاقة مودة ومحبة واحترام. هل فيها حميمية؟ هذه هي الحميمية، ماذا علينا أن نقول؟ وذهبت كل منهن إلى ما دعاها الله إليه، فهناك شقيقة لم تتزوج، وشقيقة أخرى تزوجت ولم ترزق بنين، وشقيقتان أخرى يعني تزوجتا ورزقتا البنين، وهم يعيشون كما يعيش سائر الناس. سيدنا، إلى أي مدى ما زال الماضي يعيش في ذاكرتكم؟ نعم، نذكر الأيام الماضية، ولكن الإنسان لا يمكن أن يعيش في الماضي، عليه أن يعيش في حاضره أكثر من الماضي ومستقبله. تركتم ريفون كاهنا ثم عدتم إلى ريفون كاردينال، من رحلة العمر هذه ماذا حملتم إلى ريفون؟ زرت ريفون بعد أن أصبحت بطريركا وكاردينال مرة واحدة، واستقبلنا الناس بكل محبة واحترام، وزرنا الكنيسة وزرنا قبر والدي وزوية، وحملت إلى ريفون كل ما عندي من عاطفة. يمكنني أن أقول أن البيت الذي ولدت فيه طبعا كان بيتا وضيعا جدا مثل البيوت القروية، إنما مكنني الله من أن أعيد بناءه، فأصبح من طابقين أو ثلاثة، وهناك أيضا يعني ما يدعى سوسول، وجعلت منه مؤسسة فيها مركز ثقافي وفيها مركز صحي، وهو الآن يعمل، وسلمت الأمر إلى كاريتاس فيما يخص المركز الصحي، والمركز الثقافي استلمه نائبي المطران جين جايم اليوم، وسيستلمه من سيخلفه في الوكالة البطريركية في أبرشية صربا، وأعتقد أنه يؤدي خدمة، هناك فيه مكتبة، وقد علمت أخيرا أن هناك تعقد حلقات أيضا ثقافية، وربما يكون هناك حلقات أيضا لتعليم إما الموسيقى وإما اللغات وإما بعض أشياء أو دورات للكمبيوتر، أما سوى ذلك أي ما فيه فائدة لجميع الناس. نيافة الكاردينال مرنا صلى بطرس صفير، استراحتين مع الأعلان، نعود من بعدها لمتابعة هذا اللقاء، خليكم معنا. حلقة مميزة وحوار مميز هذه الأمسية مع وراء الوجوه طبعا، وسيدنا البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. منذ العام 62 بدأتم بكتابة مذكراتكم، ولازلتم حتى اليوم تثابرون على الكتابة. ماذا تودون القول عبر الكتابة؟ هناك أحداث جرت معنا أو مقابلات نحرص على تدوين قسم منها، ولا يتسع لنا الوقت لنلون كل ما حدث، ولكن رأينا أن هذا ربما يكون مفيدا لسوانا أيضا.
سيدنا، البعض من هذه المذكرات كتب في آخر الليل بعد ساعات من العمل المضني والمواعيد واللقاءات، كيف تحافظون على صفاء ذهنكم؟ نسعى أن نتذكر ما حدث معنا في النهار، خاصة إذا كانت هناك شخصيات رسمية لها وزنها ولها تأثيرها على الحياة العامة، ونختصر ما جرى من حديث بيننا وبينها، وفعلنا ذلك ربما ليكون لها بعض التأثير أو ليستفيد منها من سيطلع عليها لاحقا. سيدنا، تفضلون أن تبقى الحقائق تي الكتمان لأن التاريخ لا يكتب والناس أحياء، أليس أكثر فائدة أن تفصحون عن هذه الأسرار، عن هذه المعلومات، عن هذه الحقائق؟ هناك حقائق تجرح، ولا نريد أن نجرح الناس، ولكن قد يأتي وقت ربما تقال الحقيقة على ما هي. وبعده فقد نشر بعض ذلك في الكتاب الذي صدر مؤخرا، وتعرفونه ربما اطلعتم عليه، وقد ترجم مؤخرا إلى الإنجليزية وأصبح جاهزا، ربما يكون فيه بعض الفائدة للكهنات أو للذين يطلعون عليه من الموارنة ومن غير الموارنة في لبنان وفي الخارج. أسلوب حياتكم يتسم بقوة إرادة، بقدرة التحمل، تقشف، زهد، والرضا بالقليل. المقربون يقولون أنكم ما زلتم حتى اليوم تمارسون حياتكم الإكليريكية وكأنكم في بداية المشوار. طاعة، فقر، عفة، زهد، هذا التواضع يلي نادرا ما نراه عند رجال الدين في الشرق والغرب، ببساطة كيف تفسرون هذا التواضع؟ لا أريد أن أصف نفسي، إنما هذا متروك لمن يعرفني ويريد أن يصفني، وإنما أقول أنا هناك مثل ربما فيه أمثلة، إن من تغيره الوظيفة لا يستحقها. إذا نحن لا نريد ألا نستحق المقام الذي دعانا الله إليه، ولذلك نعرف أن الأمور يجب ألا تبطر صاحبها إذا ارتفع ولا تزله إذا انخفض، يبقى على المستوى ذاته. هو سيدنا الحقيقة هذا الحوار لا يهدف إلى الوصف أو إلى الاختبار أو إلى التحليل، لكن نحن نحاول الليلة أن نخترق هذه الشخصية القريبة والبعيدة مثل ما قلنا، الغامضة إلى نوع ما، ونحاول الدخول إلى أعماقكم. فإذا الأسئلة طبعا هي متشعبة، لكن عم نحاول من خلالها أن نكتشف الأوجه العديدة اللي بتتسم فيها هذه الشخصية. بين ملذات الحياة ومباهج الحياة وبين حياة العفة والزهد هنالك صراع قاسي، وطبعا رجال الدين بشر، كيف عشتم هذا الصراع؟ نحن طبعا بشر كسائر الناس، نستعين بالله، وعرفنا أننا دعينا إلى رسالة يجب أن نقوم بها، وإلى حالة خاصة يجب أن نلتزم هذه الحالة، والله في النهاية هو الذي يولي القناعة ويولي الإرادة ويولي القوة لكي ينهض الإنسان بمسؤولياته. تحاربون الظلم في سبيل العدل والعدالة، أوليس الموت هو الظلم الأكبر؟ لا، الموت رحمة، هذا ما يقوله المثل الدارج العادي، إذا كانت الولادة نعمة فالموت رحمة، لأن الإنسان يعرف أنه ليس بمخلوق لهذه الدنيا، إنه معد لعالم آخر والعالم الباقي، معد لسعادة أبدية
تقوم على مشاهدة الله وجها لوجه. إذن الموت هو تخلص من شقاء الحياة، هذا في المعنى الديني. الذين يؤمنون، أما الذين لا يؤمنون طبعا يتشبثون بهذه الحياة كأن ليس من حياة بعد هذه الحياة، ولكن المؤمنين يعرفون أن كل مولود مفقود حتما وليس من مخلد في هذه الدنيا. كل الناس إلى الموت، كلكم يصير إلى تبابه. لكن عندما الموت يخطف إنسان في ريعان الشباب وفي عز حياته، أو ليس هذا ظلم؟ هذا سر الله لا يعرفه الإنسان، فهناك من يموتون دون أن يبصر النور، وهناك يموتون بعد أن يبصر النور بسنوات، وهناك أحداث في الحياة ربما تفجع الوالدين أو الأصدقاء وما سوى ذلك، يجب الإنسان أن يتحملها. فلا يمكنه على ما يقول أيوب الصديق أن يقبل من يد الله الخير والأفراح دون أن يقبل من يده الآلام والأوجاع. هل من السهل على الإنسان حتى لو كان مؤمن وملتزم ومستسلم لمشيئة الله أن يحضر موته كما يحضر حياته؟ إذا كان عاقلاً ومؤمناً يجب أن يحضر موته، فالموت طبعاً يفاجئ، ولكن لا يفاجئ الذين يعرفون أن نهايتهم هي الموت، والموت بعده مشاهدة وجه الله للأبرياء للذين يكونون قد مارسوا في هذه الحياة الفضائل المسيحية، والذين يكونون قد عاملوا الناس بالحسنى وبالعدالة وبالإحسان وما سوى ذلك. سيدنا، سبق وغفرتم إلى كل الذين حاولوا أن يأذونكم، نعمت التسامح هل هي سهلة؟ سهلة ليست بالأمر السهل، وهو أن يذكر الإنسان بما أن يذكر الإنسان ما أسيء به إليه، وأن يذكر الإساءات والتحقير وما سوى ذلك. ولكن المسيح علمنا إذا أخطأ إليك أخوك 7 مرات فاغفر له 70 مرة 7 مرات، أي إلى ما لا نهاية له. فالغفران واجب، وإذا كان الإنسان لا يزال يشتر الإساءة فلا يمكنه أن يعيش في راحة وطمأنينة ويتحين الفرص لطلب الثأر، وهذا منحة غير مقبول في الحياة المسيحية. سيدنا، قال الله لإبراهيم اترك أرضك وبيت أبيك وعشيرتك إلى الأرض التي سأريك إياها. سمعتم كلمة الله، تركتم كل شيء وتبعتم الله، ماذا وجدتم؟ وجدت ما قاله المسيح، من يترك أبا أو أما أو أخوات أو أرزاقا من أجل اسمه يأخذ ويفضل 100. نحن تركنا، ولكن ماذا تركنا؟ على ما يقول بطرس، ماذا ترك بطرس؟ ترك الشباك وترك القهر وترك العمل والتحاق بالسيد المسيح فصار رأس الكنيسة، ونحن تركنا الأشياء الوضيعة جدا كسائر الناس الذين يعيشون عيشة وضيعة. ولكن الله دعانا إلى مقام هو يعرف ما إذا كنا نستحق أم لا، ونشكره على كل حال. فأصبحتم الصخرة. نعم، فأصبحتم الصخرة. الصخرة يعني نحن دعينا إلى رئاسة كنيسة لها ماضي وتاريخ، ربما لا نستاهل أن نكون خليفة لأولئك البطاركة العظام الذين قاسوا ما قاسوا في سبيل المحافظة على الوديعة. الفاصل الأخير قبل ختام هذا اللقاء والحوار مع سيدنا البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير، خليكم معنا. القسم الرابع والأخير من برنامج وراء الوجوه مع نيافة الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير.
بعد رفع الوصاية السورية يجد اللبنانيون أنفسهم ضمن معادلة جديدة وخاصة بعد التغيير الديموغرافي وموازين القوى. سيدنا، ما هي الصيغة الفضلة للعقد الاجتماعي بين اللبنانيين؟ ما هي التعديلات التي يجب أن تطرأ بحيث يرسى اللبنانيون على صيغة صلبة لا تهتز مع أي طارة داخلي أو خارجي؟ بعد أن كان مكان في لبنان وذلك دام منذ سنة 1975 إلى سنة 1989، كان اتفاق الطائف، واتفاق الطائف لم يطبق حتى اليوم كما كان يجب أن يطبق. طبق منه ما يحلو لبعضهم ولم يطبق ما لا يحلو لبعضهم، ولذلك نحن قلنا ربما تكون الصيغة الجديدة هي أن يجلس اللبنانيون إذا صفت النيات أمام طاولة من كل الفئات. طبعا هذا لا يمكن أن يشمل جميع الناس، إنما الذين يمثلون الجماعات في عدد لا يكون فضفاضا، وأن يعيدوا البحث في اتفاق الطائف ويروا ما يجب حذفه ويروا ما يجب الإبقاء عليه ويروا ما يجب إضافته إلى هذا الاتفاق، وإذ ذاك ربما يكون لهم اتفاق جديد قابل للتطبيق وينصف جميع الناس بحيث يصبح إمكانهم أن يطبقوه بحذافيره، فلا يطبق منه بعضه ويهمل بعضه الآخر. هنالك تشاذم واضح اليوم في المجتمع اللبناني، لأن لكل جماعة أولوياتها المعلنة حينا والمخفية حينا آخر. في ظل هذه الجدلية سيدنا، كيف السبيل للتوصل إلى هوية ومشروع واحد للبنانيين؟ قلنا إن اللبنانيين تقسموا طوائف، ولكن لا يمكن لكل من هذه الطوائف أن يكون له وطنه. الوطن هو وطن الجميع، ويجب أن يتآلفوا لكي ينصهروا في وطن واحد. والانصهار لا يعني أن يكونوا كلهم في عقلية واحدة وأن يتجاهلوا ماضيهم وتاريخهم إلى ما سوى ذلك، إنما أن يتعاونوا في سبيل وطن واحد، وأن يشعر كل منهم إلى أي طائفة انتمى أن الوطن وطنه. ويجب ألا يستبعد أبناء أي طائفة في تركيبة اللبنانية، بحيث يتحمل كل الناس مسؤولياتهم تجاه وطنهم. هذا لم يحدث حتى الآن، ربما يقتضي له وقت طويل. سويسرا حتى أصبحت سويسرا مضى عليها ما يقارب 500 سنة من قتال وصراع وما سوى ذلك، واستخر الأمر الآن ويعيشون. ولكن حتى الآن فإنهم يحسبون حسابا للفوارق فيما بينهم. وربما لبنان يكون باستطاعته أن يستفيد من تجارب غيره، وأن يعيش اللبنانيون في حالة استقرار وطمأنينة، بحيث لا تطغى طائفة على طائفة، سواء أكان عددها قل أم كثر العدد. وهكذا يستطيعون. ربما هذا كان شيئا صعبا بعض الشيء، ولكن ليس بالمستحيل. وغير ذلك يبقى الصراع قائم، وتبقى الطوائف متصارعة، ويبقى الصراع قائم على الإسناد الوظائف إلى هذا أو تلك. هذه الطائفة أخذت مثلا من الوظائف أكثر مما يحق لها، وتلك تشعر بأنها مغبونة. هذا كله ليس بمحله، يجب أن يزول. سيدنا، هل يستطيع لبنان أن يلعب الدور الرائد بين جميع مكونات المجتمعات العربية في ظل التحديات التغييرية اللي عم تفرض أو عم تنفرض على المنطقة، أم على العكس سيبقى اللبنانيون رهينة لأي اهتزاز خارجي ينعكس سلبا علينا؟ يمكننا أن نقول
ببعض التفاؤل أن لبنان على الرغم مما أصابه من نكسات لا يزال أحسن وضعا من البلدان المحيطة به. إذا رأينا ما يحدث حولنا سواء أكان العراق أو فلسطين أو حتى السعودية أو ما سوى ذلك من البلدان، فإن لبنان لا يزال أحسن وضعا باعتبار أن فيه حرية رأي، فيه نوع من الديمقراطية تصل أن تكون منطلقا لباقي الدول العربية. هي ديمقراطية ناقصة يلزمها الكثير من التحسين، ولكن المبدأ قائم. ونحن نعرف أن المجلس النيابي كل 4 سنوات يتجدد، أن الوظائف الكبرى تتجدد، أن رئيس الجمهورية مقيد أيضا بمدى معين وهو 6 سنوات، وإذا كان هناك من تجديد وما سوى ذلك فهذا يكون خروج على القاعدة، وكان موقفنا معروف نحن هنا. لذلك يمكننا أن نقول أن لبنان إذا تحسن ديمقراطيته بإمكانه أن يكون مثالا لغيره من البلدان المجاورة. فنسأل الله أن يلهم جميع اللبنانيين لكي يعملوا بوحي ضميرهم ولكي يتعاونوا على تحسين وضع بلدهم. سيدنا، يعني في الآونة الأخيرة حققتم جزء أساسي من مطالبكم، خروج الجيش السوري من لبنان، عودة العماد ميشيل عون، خروج الدكتور سمير جعجع قريبا. شو هي مطالب سيد بكركي الجديدة؟ ما هي القضايا الملحة يلي تشعرون بالأمان إذا حققت؟ لا يكفي أن نكون قد حصلنا على ما نريد، إنما يجب أن نصون ما نريد، وهذا مهم. ولكن نحن طبعا طالبنا بما طالبنا به يقينا منا أن هذه المطالب هي محقة، ويجب أن يشترك جميع اللبنانيين بإدارة وطنهم. وعندما كانت الحرب دائرة رحاها في لبنان فكل الناس كانوا ضالعين، وهناك أناس كانوا على المتاريس وأصبحوا في كراسي الحكم. إذن تساووا جميع الناس، يجب أن يتساووا أيضا اليوم في تحمل المسؤوليات. إذن بالإمكان أن يعود كل اللبنانيين ليتضافروا في سبيل إنهاض بلدهم من الكبوة، وهو يعاني من ديون باهظة لا تقل عن 40 مليار دولار، وهذا شيء كثير بالنسبة إلى لبنان البلد الصغير. وهناك هجرة كثيفة، معظم الطاقات الشبابية ذهبت إلى خارج لبنان. نحن لا نقول أن الهجرة هي شيء سيء مطلق، إنما هي شيء سيء، لأن إذا كان بعض المهاجرين يمدون من تركوهم من آباء وأخوان في بلدهم، إنهم يمدونهم بالمساعدة والعون لمدة قصيرة، ولكن إذا توطنوا حيثما ذهبوا وأصبح لهم عائلات وأصبح لهم بنون وبنو بنين إلى ما سوى ذلك فإنهم يهملون. أي يمكن التعويل على الجيل الأول أو الثاني، وأما الثالث والرابع فيضيعون على لبنان. ولذلك يجب العمل على حد من الهجرة بإيجاد عمل للبنانيين وللشباب من بينهم خاصة، ولكي لا يشعر بعض الناس أنهم مهمشون أو مغيبون، وبالأخص الشباب من بينهم. وقد مرت سنوات شعر فيها الكثيرون من الشبان أنهم مستهدفون وأنهم يقمعون سياسيا ويقمعون جسديا، وهذا شيء غير مستحب. سيدنا السفير بابلو بوينتي قال يوما: التاريخ سينصف البطريرك صفير، وقد بدأ ينصفه، يجب الإصغاء إلى غبطته، ولو حصل ذلك ليس اليوم بل منذ البداية لكان كثيرون من القتلى بقوا أحياء، وكثيرون من المعاقين بقوا معافين. كيف تحبون أن ينصفكم التاريخ؟ أو كيف تحبون أو ماذا تحبون
أن يقول عنكم الأجيال القادمة؟ التاريخ ليس ملكنا، ملك أصحابي. ونشكر ماذا تودون؟ ماذا تحبون؟ ونشكر للسفير قوله فينا، نحب أن يصفنا التاريخ، أن يقول عنا ما يقوله عن سوانا من البطاركة الذين مروا، وأن نكون قد قمنا بما علينا من واجب تجاه الله وتجاه الناس وتجاه أبناء كنيستنا وأبناء وطننا لبنان. نسعى إلى الخير جهدنا، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده وما عليه معروف الباقي. سيدنا، ما الفرق بين رجل قطع أشواطا في حياته ورجل تقدم في السن؟ قطع أشواط في حياته وتقدم في السن، من قطع أشواط في حياته يجب أن يكون قد تقدم في السن، إنما لكن العكس ليس ضرورة. هناك أشخاص يتقدمون بالسن ولا يقطعون أشواطا في حياتهم. نعم، يقطعون أشواط في الحياة، أي أنهم يفيدون ويستفيدون في حياتهم، وهذا مبتغى كل إنسان، أي لا يعيش على الهامش، يجب أن يكون مفيدا لبني قومه وأن يكون أيضا مستفيدا منهم. فالحياة تفاعل، ونحن سعينا على قدر الإمكان أن نكون متفاعلين وفاعلين على قدر ما بين أيدينا من وسائل وضعها الله فيها. هل الحلم حكر على سن معين؟ لا، ليس حكر. من الناس من يحققون أحلامهم في عمر لا يتعدى 50 مثلا أو 40، وهناك عباقرة. هل ما زال لديكم أحلام؟ نعم. هل ما زال لديكم أحلام؟ لا، أحلامي هي أن يعيش أبناء الوطن في بحبوحة وفي طمأنينة وفي علاقة جيدة مع جيرانهم، على الرغم من جميع الحواجز التي يلقونها، وأن يحبوا وطنهم ويحبوا أبناء وطنهم، على الأخص على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، وأن تتواصل هذه الخبرة وينقلوا للأجيال الطالعة ما اختبروه بذاتهم، لكي يتجنب من بعدهم من ما رأوه من نكسات، وأن يسعوا في سبيل الخير. سيدنا، أنا بوصل هون لسؤالي الأخير. من كاهن شاب إلى كاردينال، سطر التاريخ بحكمته وشجاعته ومبادئه، ماذا بقي من نصر الله صفير بعد هذا العمر كله؟ بقي هو على ما هو. طبعا الإنسان يتطور من سن الطفولة إلى سن الصبا إلى سن الشباب إلى سن الرجولة والكهولة والشيخوخة، هذه كلها مراحل يمر فيها. نشكر الله على أنه أعطانا هذا العمر الذي يمكننا أن نعده طويلا، وأن يكون لنا بعض الفاعلية في وطننا، وأن يكون قد أتيح لنا أن نتصل بأبنائنا حيثما انتشروا، وخاصة بأن نتصل من بعض الذين بيدهم الحل والربط، من الذين يتولون شؤون بعض البلدان. وهذا كله في اعتقادنا أنه سعينا لكي يكون مفيدا في سبيل مفيدا لأبناء وطننا لبنان. سيدنا، أنا طبعا بتشكركم على المشاركة في هذا الحوار. حاولنا ننتزع منكم حقائق وابتسامة، يمكن ابتسامة قدرنا انتزعناها، لكن الحقائق مثل ما قلنا بالبداية دائما أنتم متحفظون عليها، ومن الصعب أنكم تفصحوا عن أسرار معينة. ما بعرف، حاولت أن يكون الحوار مختلف عن الحوارات العادية يلي بيحاوروك من خلالها الكثير من الزملاء الصحفيين. حاولت أن أطرح أسئلة مختلفة حتى نتعرف على الوجه الآخر إلى السيد بكركي وسيد الديمان والصخرة التي نتكئ عليها هنا في لبنان وسائر بلاد المشرق. أنا بتأمل أنه تبقى أبواب بكركي والديمان مشرعة أو مشرعة للجميع من دون استثناء، وتبقى محجة للصادقين الوطنيين وملتقى للمدافعين عن الوطن وعن حقوق الإنسان. بتأمل أن تبقوا الراعي الحامي للقطيع
من كل الأخطار المحدقة بهذا القطيع. بدي أطلب منكم غبدة البطرك أنك تختم هذا اللقاء على طريقتك. نحن نشكر لكم هذا اللقاء وما خصصتمونا به من إطراء، وإن كنا لا نستأهله. وأما أن تكونوا قد طرحتم علي أسئلة حاولتم من خلالها أن تخترقوا ما نفكر به، إنما يفكر به الإنسان لا يعرفه إلا الله، ولا يخترق ضمير الإنسان إلا الإنسان ذاته. نحن حاولنا أن نقول ما رأينا أنه بإمكاننا أن نقوله، وأنني أشكر لكم هذا اللقاء والأسئلة الذكية التي طرحتموها علينا. والإنسان لا ينحصر عمله في السياسة فقط، خاصة إذا كان رجل دين، وهناك مناحي كثيرة بإمكان أن يعمل في ميدانها، وهذا ما حاولنا أن نعمله في الشأن الديني وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن الروحي. على كل، نسأل الله أن يعاملنا برحمته وأن ينقذ بلدنا مما يتخبط فيه من مشاكل، وأن يلهم اللبنانيين المساعدة لبعضهم البعض والتضافر، وأن يعيشوا في طمأنينة، وأن يعرفوا أن بلدهم ليس بالإمكان أن يجدوا مثله من وطن. لذلك يجب أن يقنعوا بالبقاء فيه، وأن يحاولوا أن يحسنوا وضعهم، وأن يولوا الذين يتولون الأمر فيه من يعرفون أنهم سيخدمون وطنهم وليس بأنهم سيخدمون ذواتهم فقط، وهذا شيء مهم. ونسأل الله أن يبارك لبنان وشعبه وأبنائه، ونشكركم خاصة. يطول عمرك. شكرا. أصدقائي المشاهدين، بتشكر طبعا متابعتكم لهذه الحلقة المميزة من برنامج وراء الوجوه. بشكر طبعا فريق العمل وكل من ساهم في إعداد وإنجاز هذا الحوار. بتمنى لكم سهرة موفقة، تصبحوا على خير.